صباح الخير عليكم اخوك، دايرين بخير، اموركم مزيان. المهم دعوتكم انا وجاي باذن الله تعالى. المهم البريزه الموزات، المهم طرق الى تونس باذن الله. اخوان دابا من تحت يتسناوني ونمشيو. دعوتكم معنا، تحياتي راه وصلت الروشارج، كل شيء واضح، امور واضحه، تحياتي لكم. اخو دابا وصلنا لمطار محمد الخامس. انس غزال، يا ربي يوفقك الجميع، واخ عماد تاوا، جمعه مباركه بعد الخوت كاملين. اش كاين اخويا؟ تزوج جمعه مباركه. جمعه مباركه نسينا اليوم الجمعه ان شاء الله. المهم دابا عندنا الديبار مع 8 وقسمين ان شاء الله، شي 11 نكون ان شاء الله في تونس، ودعواتكم معنا ان شاء الله. المهم غادي حنا غير بعضياتنا، انا وانس وعماد انا معكم الخوت، كي دايرين؟ المهم دابا حنا يا قراب نمشيو دابا ياك، وبقى فينا الاخ عماد عاوتاني، بقى فينا المره الثانيه. اخ عماد عنده التلقيح باقي ما فاش 14 يوم، وقالوا لي الا خص تمشي خص تريزيرفي لوطيل تما 7 ايام، ولا ريزيرفا لوطيل 7 ايام ما غاديش يلعب، خصو يكون فيه المو 7 ايام ديال الفوطيل. مشاكل مسكين اخويا، ما عرفتش شنو بقى فينا وشنو لا اله الا الله، عنده الظلام مسكين. شكرا، تحياتي لكم خوش. واضح الامور اخويا، الله يسهل عليك اخويا انس، ويسهل على جميع الابطال ان شاء الله. الله يكبر فيك، ان شاء الله الذنوب تكون مربوحه باذن الله. ان شاء الله هنا نكون غادي نبدا الكاس عاوتاني. عاوتاني un éclairage au sol vous guidera vers la sortie. Repérez la sortie de secours la plus proche de votre siège. Celle-ci peut être située derrière vous. Chaque porte abrite un toboggan. خذ دابا انا في المطار ديال قرطاج تونس، الحمد لله وصلنا بخير. خويا انس غنبقى امور خصنا نوضح. تونس يا تونس اخويا،
ضرب لي فلفل على قلبك خويا انس كيتشاور ليا مع مول الطاكسي قال لك 10 جنيه هو يحسب انا تصيك انا تصيك هو يحسب ماشي مشكل شي مغرب راه جاب لك الكرم خويا انس ما الباكاج صافي صافي راه صرفيك اه شو اسكو سرباس مع التواسع هذا شنو انا خوز كديني بخير أموركم بزيان مهم اليوم أصبح ذي المباراة أصبح إن شاء الله يكون خير بإذن الله تعالى ونتمنى توفيق لجميع الأبطال ودول الباشي اللي كاين أخوتي إحنا هنا في الأوتيل من بعد ما ديك 11 غادي نمشيو نلتحقوا ببلاصة المباراة هادشي اللي كاين دابا ندخلو ناخذ الفطور ديالنا ونرتاحوا بملح الوقت تحياتي لكم المهم أخوتي دابا حنا غادي المباراة الله يسخر الأمور ويا ربي تسهل على أي واحد إن شاء الله ان شاء الله باذن الله نقولوا الكلمه ديالنا نقدر امور الشيء اللي كاين المهم درنا الكوش الاول ديال اللون انا واناس عماد ان شاء الله دابا نشوفوا المباراه ان شاء الله يكون خير والتوفيق لجميع الابطال المغاربه ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا وخا جينا بوحدنا حنا غير الابطال يكون خير باذن الله دعواتكم معنا
اخوان طارق الى المباراه. تحياتي. تاكسي 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 ان شاء الله مولد يوسف جايين عنده. السادس ديما كاين ديما 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 مخش. وصلنا على جومية من تصنع بها. وصلت معنا برجر. انا كنفهم من كلمه تونسيه ويمكن المغربي ما كيفهمنيش. الامور معني غتكون واضحه. المهم انا نمشي عنده دابا ونشوف الامور كيفاش. مرحبا مرحبا بك. عندك جومي في المغرب وانتم جومي الله يحفظك يكبر فيك حز. ما تنساش لابدومين تاعك ما تنساش. مراد لابدومين انس كرش. هذيك انس كرش كرشك كرشك طيش كلش. العب لي كويس عادل عادل كويس العب لي لم كرشك لمها اوبليك معاه اوبليك دوبل بيسر صح طيش لي كويس كلشي لا طيش كلك انس هذيك انس الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عيشنا بريميرا بس عندنا شويه الحد الاول والحد الثاني. شوف هضره الناس اللي خلاتني شهيت بزاف 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 وحصلنا على المرتبه الاولى الحمد لله بطوله ما نعاودش نقول شي حاجه مزيانه تاهلت انا واخ عماد دوزي والامور هذه ديما واضحه وكنحفزوا كل الناس كاع اللي دوزوا فيا بزاف ودواو على خير الحمد لله. الحمد لله الاخوان انا حصلت على المركز الاول هنا بطوله مشاركه بطوله الحمد لله مدينه تونس. مبروك مبروك مبروك. والثقه ديالكم هي اللي خلاتني باش نربح وتادك الناس يكون شويه حاطين المريض اللي عطاني اكبر موتيفاسيون بس توضح الامور وتحيه لهم وانا كنبغيكم. الامور ما شاء الله ما شاء الله عليك. مبروك ان شاء الله مبروك. الحمد لله جبناها هيا الحمد لله الحمد لله جينا الله طيب دابا جينا بالبريميانا جينا رابحين الحمد لله تحية لك خويا صاحب ذاك الله عبد الله الله يبارك فيك اختي الله يبارك فيك الحمد لله بريميانا من تونس الله يكبر بك الله يكبر بك اختي شكرا شكرا يوسف امنو يستاهل يستاهل الله يكبر بك شكرا شامبيوني شكرا شكرا الله يحفظكم كاملين الناس فرحوا بينا توانسة بزاف أوه كنحبكم سنة كاملة واخا كاع الناس تيدو فيا بالسوء ولا هادي انا كنحبكم علاش كنت هنايا عطيتوني موتيفاسيون اقسم بالله الناس كاع اللي حاولوا جرحوني ولكن خدمت في الصمت خدمت في الموتيفاسيون وحاولت نوضح الامور هذا هو البلان تحية لكم خوتي بقاو معنا. مزيان شوف خذنا من لوطي الخاوي ورجعنا عامرين الامور واضحه.
راك انس لي وقفنا بعضياتنا الحمد لله احنا خوت وكانوا بزاف ديال المشاكل كنا وقعوا الحمد لله انت قلبك بيض وانا قلبي بيض الامور ديما واضحه وكنحبوا كاع الناس كاع اللي يدوروا فينا واللي ما يدوروش فينا اهم حاجه هو هو الفوز خدمنا في الصمصه خويا سميتو كلنا نواك لبعضنا وتحيه للمهدي زعبول تحيه للاستاذ الخاري تحيه كاع الناس يوقفوا معنا تحيه شوف امور واضحه احبكم في الله وبقى معنا ان شاء الله غادي نضربوا احسن وجبه واحسن وجبه مع احسن اناس وتحيه لاناس وتحيه لكم مبروك علينا كاملين لا يا امور واضحه في تونس امور زاكيه احنا الخوت اناس وخويا عماد وخويا شامبيون مرحبا خويا نورتونا خويا فوق بلاصه منطقه سميتها هذه سميتها المنيله المنيله تونس العاصمه خويا تونس العاصمه ان شاء الله خويا وطن ديالنا تحياتي لرخوت الغاربه وخويا اناس بربيك فهمتي شامبيون شامبيون وهذو صحابنا الاخوه هذا شرفتونا بحضوركم هذا يا خويا حصل لي شرف اللي لعبت معاك اليوم خويا وان شاء الله ديما نشوفوك هذا لعب معايا المرتبه الثانيه تبارك الله وكان مستوى خليك مليح عايشك عايشك مشكور ديالنا سوا تحياتي لك خويا قول لهم امور واضحه ان شاء الله نلعبوا مره جايه ان شاء الله ان شاء الله مرحبا اهلا وسهلا بكم خوت امور مزيان مرحبا اكبر واكبر واكبر وجبه مفتوحه احلى خويا واحلى ناس ديال تونس امور واضحه خوتي بطل ديالنا من تونس بطل من تونس اللي لعب معايا في الميزان ديالي الحمد لله وكان تشرفهم بالبطل أناس من نجمة كبيرة وهذا مغربي تونسي صديق دينا خليم هذا تونسي صديقنا معايا في أجيالي تبقى مع عماد اللوزي شوف ضرب الأولى في الأوفر اللهم آمين واضحة واضحة ناس خويا أحسن وأحسن وأحسن خويا أناس أحسن فلوق في العالم مع خويا أناس خويا لاحظك المهم الخوت دابا حنا خارجين من الأوتيل غادي نمشيو غيتلقاونا خوتنا الاصدقاء ديال تونس غيدونا للمطار سميتو الاخ اللوزي غيسبقنا هو الاول مع الحمد لله كما قلت قبل كان وقع عليه مشكل عاود قالت الامور ديالو الحمد لله جا وجا مع الذهبيه هو باذن الله تبارك الله الاخ انس تبارك الله لعب واحد وزن مفتوح اوفر داكشي تبارك الله الجمهوريه والحمد لله شوف وقف حداهم مغربي ووضح لي معاهم الامور ان شاء الله مازال الخير قدام وكنوعدكم ان شاء الله مستوى احسن من هادشي ان شاء الله غادي يبغي ديك راه القرض القرض المغرب ولكن انا كاين هو تما الله يحفظك الامور واضحه الامور ان شاء الله المهم خويا بقى معنا ان شاء الله غادي نمشيو ناخذ داكشي ديال الهريسه والمسائل ديال مريم الدار العباس ياك ضروري ان شاء الله ضروري شي ديال الامور المهم دابا حنا غنمشيو اما لا كوبا نجيبو امور واضحه وتابعونا وتحيه للناس ديال المكناس الناس ديال المكناس الناس ديال المكناس وفاس تحيه للهيدروجين ايوا واضح تحيه للكبير ديالنا امور واضحه امور واضحه واش عندنا خونا حبيبنا مغربي تونسي ما شاء الله بطل ديالنا شرفنا في تونس خويا ما شاء الله يا ابو حليم راك الله عليك دابا يا غادي نغادروا الدوله ديال تونس مع اخي الغالي كثر بزاف وقف معنا الله يكبر بك تحياتي لك خويا بارك معايا مرحبا بكل وقت الله يحفظك داكم يا خويا الله يكبر بك شكرا تحياتي لنا الله يحفظك شكرا ذا الكرام الحمد لله شتي اليوم شنو وقع علينا تستنى عني كون بقيت غير غدا شنو وقع
خبر عاجل خبر عاجل ضرب عين هنايا في تونس ناكلوا العجه العريسه العريسه اوكي الحمد لله شوف انا غادي مرضيين اخويا شوف احنا الحمد لله مرضيين وكل شيء بغينا وكل شيء صافي الله يكبر بيك ما عمرنا شفنا شي حاجه شوف مازال ما كتعرف بعدين انت كتجو شوف مشات السالمه مشات السالمه مكاينش الغلط الله يخير باي باي يا تونس تهريسه الحار خليني عليكم تهريسه الحار ادخلوا دوره المياه مبروك مبروك الله يبارك فيك خويا الله يبارك فيك مبروك مبروك حفظك الله اخي احنا جينا الى كاظ ان شاء الله انس امور واضحه واضحه ديما هي نمرة 20 خصنا نطلب وحدنا هنا Told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to. واحد أخت واحد مرة وقفت مع أحد أنا من موريتانيا. قلت له ليش جيتوا هنا اللور؟ ريحت زعما خطر ما راح حيد. خطر ما راح حيد زعما كذا الرائعة. هي ما عرفاش شمالها. أنا ما راح حيد. أنا ما راح حيد. بعد الكار باقي لها تبارد هاك الخيلة. ليكم هذا أمور واضحة السلام عليكم أخوة المهم إحنا الحمد لله وصلنا للمغرب تلقى بنا الأستاذ حامد قصير رضا دري كامل لوزي سومس كيبقى يستنى فينا بالنوتة كلشي كاين أمور واضحة أنا ندير الراق